كان في سؤال خطر في بالي صراحة، وأنا عم بحضر الفيديو عم براجع كنت أقطع. هلأ إيش المبدأ من إني أكون هاي الإنفورميشن الكبيرة اللي أنت عم تعطيني إياها؟ بالنسبة للكلاينتس هي كوست زيادة، تمام؟ فإذا ما إلها داعي أنا ما راح أطلبها. وفي الأردن دائما الكوست هو الهاجس الأكبر بغض النظر عن شو راح يصير بعدين. دائما في البيم ورك فلو الكوست والتايم اللي راح يكون هو الانفستمنت اللي عم بتصير بأول البروجكت، وبروح على الكونستراكشن بيرتاح هناك، وفي الأوبريشن والفاسيليتي مانجمنت بيرتاح في هذاك الوقت، بصير الكوست هناك أقل، كوست التعديل أقل، زي ما حكينا المحاضرة الماضية بالضبط. هلا إذا رحنا على في الكاد بيصير العكس، الانفستمنت الفلوس والريسورسز والوقت بآخر البروجكت اللي هو بالامبلمنتيشن أو بالكونستراكشن أو بالفاسيليتي مانجمنت، أما في بداية الشغل بيكون أسرع من البيب. فدائما الكلاينت بشوف إنه طب أنا ليه بدي أصرف على الديزاين؟ طب لا بخلي الديزاين هو عبارة عن هيك بس، إنه أنا بيبر وورك عشان أختم وأروح أعمل مشروعي. طب ما أنت بتاكل هواء هناك في المشروع، راح تدفع كتير إذا صار أي غلطة. لما يحكي الواحد إنه أنا عم بشتغل على structured data أو unstructured data، structured data هي الداتا المرتبة واللي the stakeholders of the project can access anytime anywhere و they can edit و they can update، وتكون ضل مرتبة أذن، which means إنه الانفورميشن هاي اللي عم نحكي عنها هي في the same cohesive whole اللي حكينا عنها في المحاضرة الماضية. لأنه أنا مثلا إذا كل الداتا الموجودة عندي هي موجودة في برنامج الريفت اللي نحن رح نبدأ نشرحه اليوم، سو أنا راح أدخل على برنامج الريفت أعدل اللي بدي إياه. هلأ شوي الموضوع أوسع، إذا أنا رحت على coordination أو collaboration، إذا أنا بدي أتعامل مع حدا allocated بأماكن تانية، أو خلينا نحكي collaboration بين الconsultant contractor والسايت أو construction site. هلا بصفي ما بقدر اشتغل انا على احكي على ريفت بس كريفت، بدي احكي عن اشي اكبر اللي هو وين الداتا اكستشينج عم تصير، نقل الداتا بين كذا البارت الفلاني البارت الفلاني والبارت الفلاني. اذا كان مثلا زي المثال اللي كان بالفيديو اللي حكينا او اللي بعته المره الماضيه، كان عم بحكي انه في عندي شيء اسمه اوتوديسك بيم 360. البيم 360 هي عباره عن بلاتفورم بصير فيها الاكستشينج اوف انفورميشن لاي بروجكت بيتم رفعه على هذا المكان، واللي هي اصلا يعني اكثر مخصصه للاوتوديسك برودكتس، تمام؟ بصير عليها اما رفع البروجكت، الشغل على البروجكت، الكولابوريشن في البروجكت، واني انا احط كومنتس على البروجكت. وفي منها انواع زي ما شفنا بالفيديو اللي هو كان يحكي انه انا في عندي بيم جلو وبيم دوكيومنتس واكثر من نوع من انواع البيم 360 بلاتفورمز. ففعليا كل واحدة كانت مخصصة لشيء وكلهم بيعملوا انتجريشن مع بعض، وهذا الانتجريشن بيعطيني بالاخر fully integrated model fully collaboration process، فبتقلل من عملية ضياع المعلومات اللي هي اصلا سبب في تسمية النوع الثاني unstructured data. زي الصورة بالضبط اللي على السكرين هاي، اذا انا بدي المعلومة let's say انا بدي المعلومة اللي موجودة هون مثلا، which path انا لازم اروح فيه؟ فأنا بدي أرجع هون على الأصل وأبدأ أدور، يمكن أروح بهذا الباث. إذا أنا كنت مثلا بدي أوصل لريزلت موجودة عند الكويشن مارك الحمراء هاي اللي في التوب، تمام، اللي تحت الريسايكل بن، فصعب إني أنا أعرف which path to follow علشان أنا أوصل للمعلومة اللي أنا بدي إياها. ولما أوصل لعندها in case أنا لقيتها وعدلتها وسيفتها في مكان برضه مش مبين وين هو وما حدا بيعرف عنه، فالحدا اللي بعد اللي بده يوصل لهي المعلومه برضه راح يتغلب. سو المعلومات اللي مش مرتبه واللي مش مخزنه بمكان كل الستيك هولدرز بيقدروا يوصلوا لها، هاي هي unstructured information. فهي عباره عن description لترتيب المعلومات وسهوله الوصول لها وتعديلها، وما يصير في دروب في الانفورميشن لما تنتقل من شخص للثاني او من شركه للثانيه.